خليني كمان اروح لمنتخب مصر بس هنا للكاراتيه اللي فاز برضو بثلاث ميداليات في منافسات بطوله سيريس اي اللي كانت في قبرص. فازت تحديدا بطلتنا ميرنا عطيه بالميداليه الفضيه لوزن تحت 55 كيلو جرام، وفازت جنى الجعفري في وزن فوق ال 68، وكانت بالميداليه البرونزيه فازت هدير هندي في وزن تحت 68 كيلو جرام بالبرونزيه ايضا. نروح كمان للبطاطا، احنا معايا اخبار كتيره جدا على فكره خاصه بابطالنا، فهحاول اكون سريعه لان فعلا النهارده الحلقه حلوه لان انت معاك كذا خبر مفرح بصراحه خاص بالرياضات المختلفه المصريه. هنروح للبطولات اللي استضافتها كمان مصر مؤخرا. مصر استضافت بطوله افريقيا للريشه الطايره، وكان على فكره ناس كتير جدا متابعاها والتغطيه الاعلاميه عليها انا بنفسي تابعتها كانت رائعه جدا، وده امر مهم لان ريشه الطايره مش من الرياضات الجماهيريه قوي، يعني ما تجيش مثلا حد يقول لك انا رايح احضر بطوله ريشه طايره، مش من الرياضات دي، لكن التغطيه بتاعتها كانت محترمه، ودي بدايه اعتقد كويسه جدا يبقى فيه اهتمام برياضات اللي هي مش واخده حقها شويه جماهيريا، فده بينعكس اكيد بعد كده على شعبيتها. ختامها كان بالامس في استاد القاهره. خلينا نتابع التفاصيل اكتر من خلال التقرير ده ونرجع نكمل. البطولة دي من أكبر البطولات القارية، دي بطولة أفريقيا، المنافسة كانت قوية جدا، البطولة في مصر وعلى أرضنا، فإحنا بنبقى استرس أكتر عشان وسط أهلنا وسط صحابنا، بس الحمد لله إحنا قدرنا إن إحنا نوصل للفاينل وإن إحنا نلعب ماتش جامد جدا مع أبطال الجزائر، هم أبطال أفريقيا الحقيقة، وإحنا لعبنا كويس قوي النهاردة. البطولة كانت صعبة وماتش النهاردة كان صعب قوي، إحنا عملنا اللي علينا بس للأسف خسرنا، بس الحمد لله أنا أكيد فرحانة جدا ومبسوطة قوي إن أنا واخدة ميدالية فضية، كان نفسي في الذهب بس ان شاء الله المره الجايه. مبسوطه ان انا وسط اهلي واصحابي، الحقيقه البطوله دي والميداليه دي مهمه قوي بالنسبه لي. طبعا الحمد لله النتيجه مرضيه بالنسبه لنا، احنا اكيد نلعب للذهب، يمكن احنا يعني كنا مستعدين جدا للبطوله دي، اي حد جاي البطوله دي بيلعب على حلم الصعود للاولمبيكس، فالموضوع ستريسد فوق ما تتخيلوا، احنا تعبنا وحاربنا عشان نبقى موجودين هنا وكنا جاهزين، الحمد لله النتيجه مرضيه جدا، احنا مسافرين كمان 10 ايام دوره العاب ودي مهمه جدا، ان شاء الله نجيب الذهب باذن الله هناك. الحمد لله انا فخور بنفسي، وطبعا اهدي الميداليه دي لاهلي، هم رقم واحد في حياتي، والمجلس اداره الاتحاد، هم يعني اهلي والاتحاد دعموني، انا متدعم جامد قوي الفتره اللي فاتت عشان حلم الصعود للاولمبيكس، فبشكرهم وان شاء الله يعني هوعدهم اللي انا في غانا باذن الله هعمل حاجه كويسه باذن الله البلد. الحمد لله يعني النهارده اخر يوم في البطوله الافريقيه، البطوله كانت صعبه جدا طبعا عشان حضرتك ما قلنا قبل كده مؤهله لاولمبياد باريس، فكانت المنافسه فيها قويه جدا، يعني نتائجنا الحمد لله الى حد ما مقبوله، مش احسن حاجه بس الحمد لله. عندنا الولاد خدوا برونزيه الفرق، وعندنا برونزيه الفردي ادهم، وعندنا الميكس واخدين فضيه، فالحمد لله يعني الى حد ما مقبوله النتائج، كان طبعا نطمح اكتر من كده بس الحمد لله. صعوبه البطوله وتوقيتاتها قبلها بطوله دوليه كان الولاد فيها، بطوله عربيه في السعوديه، كل دوت، وان شاء الله في العاب في غانا باذن الله، ربنا يكرم ونعمل حياه احسن من كده كمان. بالنسبه لحفل الختام طبعا الحمد لله احنا اول مره بنعمل، واول مره في افريقيا بتعمل تجهيزات الحصه النهارده، من سكرين من لايتس من سموك، كل الحاجات دي اول مره الاتحاد الافريقي يشوفها اصلا، فالحمد لله احنا في تقدم مستمر. طبعا المنافسه كانت قويه جدا، كل الابطال الافارقه جاهزين، كان نفسنا طبعا نجيب ميداليه ذهبيه، لكن برضو الفريق بتاعنا فريق ناشئ فعملوا مجهود الحقيقه كويس جدا، فرقه الولاد جابوا برونزيه، وضحى وادهم جابوا ميداليه فضيه في زوجي المختلط، وادهم جاب برضو برونزيه في فردي الاولاد. طبعا ده مش اللي احنا متعودين عليه، احنا متعودين ان احنا نجيب ذهبيات كتير قوي، بس بوجود اللاعبين الناشئين جوه الفرقه، الفرق الباقيه كلها فرق يعني اللاعبين بتوعها لاعبين عندهم خبره قويه، فكان ان احنا نلعب معاهم ونعمل السكور ده في الماتشات دي حاجه طبعا كويسه جدا، بس اكيد نامل ان احنا في البطولات اللي جايه نبقى احسن، ودوره الالعاب الافريقيه جايه الشهر الجاي ان شاء الله يجيبوا فيها ميداليه ذهبيه ان شاء الله زي ما احنا متعودين على الفريق المصري. البطوله بصراحه البطوله كانت قويه جدا، مستوى عالي جدا من كل الدول الافريقيه، هي اقوى بطوله افريقيه بتتنظم، وعشان كده اسندت لمصر، معروفه بامكانياتها وطريقه تنظيم والخبره اللي احنا عندنا، ان شاء الله نحن ننظم اعظم البطولات على ارض مصر الحمد لله.
انما البطوله خرجت بشكل ممتاز. كل اللجان المنظمه والاتحاد كلهم صراحه عملوا مجهود رائع عشان تطلع بطوله بالشكل ده.